خاطري، لكن هنقولها لكم مره تانية. محمود جاد، احمد رمضان بيكهام، محمود مرعي، محمد عبد السلام، كريم العراقي، اكرم توفيق، كريم فؤاد، عمار حمدي، ناصر ماهر، صلاح محسن، واحمد ياسر ريان، مصطفى شوبير، محمد صبحي، وعمر صلاح، محمود الجزار، واسامه جلال، وفادي فريد، وكريم الطيب، واحمد سعيد، وعبد الرحمن مجدي، وغنام محمد، واحمد ياسين، وعبد الرحمن شيكا، ويوسف الجهري، وحسن علي، وامام عاشور، ومحمد عبد المنعم، وناصر منسي. تشكيله المنتخب البرازيلي بالانديه، لان ده مهم جدا. دانيال فوزاتو ده حارس مرمى جيل فيسنتي البرتغالي، بيلعب بكاي هونريك، بيلعب في موناكو، وبيلعب جابرييل الارسنال، بيلعب ليانكو ده لعيب في تورينو، بيلعب ايمرسون ريال بيتس الاسباني، مايكون شختار دونستيك الاوكراني، رينير ده بروسيا دورتموند الالماني، وويندل زينت سان بيترسبرج الروسي، ورودريجو طبعا نجم ريال مدريد، دافيد نيرس نجم اياكس الهولندي، وكونيا نجم هيرتا برلين. البديل جابريل لحراسة المرمى، وموريلو، جوستافو اسانسيا، وتيتي، ماركوس انطونيو، ايفا نيلسون، ماورو جونيور، ودانييلو، وفيليبي، ودودو. طاقم التحكيم بقيادة حكمنا الدولي امين عمر، ومعاه محمود ابو الرجال، يوسف البساطي، محمد معروف حكم رابع، محمد الصباحي، ومحمود وفا للفيديو. ايه المفاجآت اللي ممكن يفاجئنا بها النهارده كابتن شوقي غريب يا كابتن حسن؟ انه يكسب. انه يكسب صح. دي مفاجاه حلوه، مفاجاه كبيره لو مصر كسبت البرازيل. الماتش مهم وماتش قوي يعني قوي. مثلا حسام البدري فاجئنا النهارده باكتر من طبعًا. مفاجاه طبعًا. عشان نكون امنا يعني صح. ايه بقى اللي ممكن يفاجئنا؟ لكن مفاجاه حسام البدري كانت في الافراد والريسك اللي خده، والنتيجه نفسها بقى واهم حاجه الاداء. ما طبعا يعني النتيجه الناس بتعترض على حسام البدري ان احنا كسبنا الماتش اللي فات، بس الاداء وحش. فرقه وحشه النهارده، ما حدش يقدر يقول اداء وحش. صحيح، كويس جدا، جايب 3 جوان بره ملعبك والفرقه بتلعب كويس. صحيح كده، ولحقك ما حدش هيقدر يتكلم النهارده قوي. وحاجه ثانيه معلش انا اسف كابتن حازم، وكابتن حسام كسر قاعدته. كابتن حسام من المدربين بيتحفظ اللي برد. بيتحفظ لو سجل مزبوط. هدف بيتحفظ. لا النهارده كسر القاعده دي وزود الهدف الثاني والهدف الثالث. نعم، وضيع 3 جوان، خلي بالك يعني. بالظبط. انا شايف الهدف الاساسي الكابتن شوقي اللي يطلع بيه فرحان، انه يعرف بجد هو فين في العالم. يعني ليه فرقه بطل الاولمبياد 2016، نفس المدرب اللي كسب الاولمبياد 2016 هو نفس المدرب اللي ماسك الفرقه دلوقتي، فرقه قويه جدا، واخده يعني من اكيد من الفرق المرشحه ان تاخد الاولمبياد في طوكيو. فانت لما تلعب النهارده انت هتعرف انت فين، انت بعيد قوي ولا انت قريب، ولا انت محتاج شويه حاجات بسيطه، ولا احنا كويسين. صحيح. في افريقيا بس، لكن لما نطلع في الحته اللي بره دي هنتكشف. لا، فالماتش ده مهم جدا. انا يعني ويمكن كلنا بنتكلم ان احنا نفسنا نلعب البرازيل، واي حد نفسه يلعب البرازيل عشان يبين. عارف انا لحد ما بطلت ما لعبتش قدام البرازيل. عارف ان احنا كنا قاب قوسين قلنا ان احنا نلعب البرازيل في كاس العالم للقارات. ماتش المنيل بتاعنا. احنا لو كنا كسبنا السعوديه كنا هنلاعب البرازيل في السيمي فاينل. صح. واحنا بقى لعيبه كنا يا كابتن مركزين مع ماتش البرازيل. فرحانين ان احنا نلعب البرازيل سنه 99. فانت بيبقى حلو انك تلعب البرازيل، انك تلعب فريق كوره، تشوف انت فين كلاعب كوره، انت كلاعب كوره نفسك بتبقى عايز اعرف انا قدام البرازيل هعمل ايه. كابتن جاري مره قال لنا، عمل لنا ماتشات كتيره جدا، عمل لنا مع الدنمارك، وعمل لنا مع السويد، وعمل لنا مع رومانيا، وعمل لنا مع كولومبيا، وعمل لنا مع المانيا الشرقيه، وعمل لنا مع اسكتلندا، وماتشات كتيره جدا. فقال لنا ايه رايكم نعمل ماتش مع البرازيل؟ بيسالنا كده. انت عارف كابتن جاري كان اللقم اللي في الدنيا انه بيبص على عينيك فيشوف عينينا عامله ازاي يعني. ففي عينين برقت فرحه، في ناس كشت، وفي كشت. هو من العيون يبدو ان هو ايه، لقى اللي كشين اكتر من الفرحانين، فقال لك بلاها عشان ما تحصلليش مشكله. اتفضل يا كابتن. يعني انا شايف فرصه كبيره جدا لكابتن شوقي اللعيبه النهارده يقدموا ماتش جيد، ماتش حلو، ماتش ما عندكش مشاكل فيه يعني. حتى لو خسرت انت بتخسر البرازيل ما حدش هيتكلم عليك كتير، بس انا شايف انك تلعب كوره حلوه. انا عاجبني المنتخب الاولمبي انه بيلعب مختلف. يعني يمكن على فكره ما فيش ولا حد في مصر بيلعب بالطريقه دي ثلاثه، ودي على فكره تحسب للكابتن شوقي. كل الفرق المصريه 4-2-3-1 4-2-3-1 عنده بقى اثنين، عنده الثلاثه بس هو بيلعب 4-2-3-1. مظبوط. الوحيد اللي بيلعب 3-4-3 او 3-5-2 زي ما هتشوف حسب يعني، وعاملها بشكل كويس جدا. ولاعيبته متعلقه يعني، على الرغم ان كل اللعيبه بتلعب 4-2-3-1، لكن لما بيجوا هنا بتلاقي الثلاثه اللي في القلب، ان كان مرعي وبيكهام وعبد السلام، واقفين صح، الباكين الاطراف طايرين على طول، خلي بالك بيستنوا بعد نص الملعب. ودي هي ميزه 3-5-2 او 3-4-3 او 3. الناس فاكره 3 دي زي زمان هي بتدافع. لا، انت بتهاجم. صح. يعني انت على طول مطير الباك رايت والباك ليفت، بيستنوا بعد نص الملعب. صح. وفي وقت لما تبقى مزنوق ومضغوط بيرجعوا، فبتبقى 5، ده كويس جدا. قلب الملعب عندك ناس كتير، في قلب الملعب عندك اكرم توفيق وناصر ماهر وعمار حمدي، وممكن تدخل كمان حد ان كان احمد ياسر او صلاح محسن لو الامور زادت عليك. فهي دفاعيا بتقفل قلب الملعب، ودي مهمه النهارده انت بتلعب برازيل.
لما تيجي تشوف الاجوان بتاع البرازيل كلها هو بيفتح الملعب وبعدين يبقى عند الجون بيجي يلعب من القلب، فلازم حته القلب دي اكرم وعمار وناصر ماهر يبقوا قافلينها بشكل كويس بلس الثلاثه السنتر باكات، لان الثلاثه هو واحد بيلعب قدام مش هو هو التارجت، لكن مش هو اللي بيجيب الجول، هتلاقي دايما جايين من ورا بتاعه البرازيل صح. ان كان بقى هتلاقي رينيه او ويندل او رودريجو او نيرس هم دول اللي بيروحوا على الجول، لكن الاساس كونيا ده هو المحطه اللي بيجي بعدها، فلازم واحد يستلم كونيا ده والاثنين التانيين مجهزين اللي جاي من تحت، لان كل هتلاقي في كرة البرازيل في الماتش بتاع كوريا كله من العمق من العمق، تلاقي الاوفرات عند البرازيل يروح هناك ممكن يلعبها لورا، فلازم قلب الملعب لازم يكون جامد وقوي وواقف. بص هنا بص بيخش هيخش يلعب من جوه، بص من جوه يعني من جوه الجون يعمل ايه؟ يعمل ايه الجون يعمل ايه؟ فدي لازم مهمه جدا لاكرم النهارده اللي يقفل نص الملعب كويس مع عبد السلام ومرعي وبيكم، ان هما دايما يبقوا قافلين ما يفتحوش من بعض قوي، الثلاثه اللي ورا بص هيلعب لجوه، لازم هيلعب لجوه الجون مش لاقي حاجه بصراحه شالها خير في خيره فاللعب الضيق في المساحات ده لازم تقفل على مساحه البرازيل، ما تسيبش فرصه ان هو يفكر كتير، لازم الخمسه في الدفاع يبقوا خمسه مش ثلاثه. أيوة. أيوة. يعني دي مهمه جدا أيوة. جدا اللي بيخلي فريق البرازيل تتفوق ان واحد على واحد ما تلعبش واحد على واحد مع البرازيل، لازم يبقى عندك كثافه عاديه، لازم واحد على واحد مع البرازيل لازم يبقى عندك زياده زياده عاديه، لازم يبقى في كثافه، لان انت المهاجم عامه في اي فرقه بيبقى كمل التدريب ليه ده حاجه غريبه كمل تدريب والله عايز ضربه يا كابتن والله العظيم، بس هي كورونا خلصت علينا، كنت عايز اسافر بكلم مع زيدان لسه قبل اول ما اول كورونا قلت له عايزين نروح بقى نشوف كلوب هنعمل معايشه مع بعض هناك والله، بس جت الكورونا بس ما اتدربش مع زيدان ليه؟ انا هروح مع زيدان مدير التسويق، اسمع كلامي خلي زيدان مدير التسويق هيظبط لك الدنيا 100%. هو